إذا ابنك بيصير فنان، إيش أول نصيحة بتعطيها؟ انسى. مين أشهر كونتاكت على تليفونك؟ يسر. أكثر غنية تحبها الحمائي؟ طب واحدة واحدة وبلاش كل بيدي مرة واحدة لا تجنن كده. آخر فيلم خلاك تبكي؟ زهايمر. إيش الأغنية اللي أنت أنتجتها وسوت فرق كبير معك؟ بدك للحق الناس بتكره كلمة لا. أكثر لون تحبه؟ الأسود. قهوة ولا شاي؟ شاي أخضر. موسيقى رايقة ولا ترقص؟ إيش الشيء اللي ما تتخيل حياتك من دونه؟ شغل. أول كاسيت اشتريته بحياتك؟ حسن الأسمر. إيش هو الهيدن تالنت تبعك؟ بطبق. لما ما تكون قاعد تشتغل إيش تحب تعمل؟ مؤخرا بقيت بحب أقرأ ساعات. أغرب شيء صار معك؟ إن أنا هنا. إيش أحلى نصيحة أحد قال لك إياها؟ زمان واحد قال لي كله بيتكشف بس هي مسألة وقت. إيش الشيء اللي عصبك؟ كبرياء. إيش كانت أول وظيفة لك؟ مدير أعمال. إيش أكثر عادة تحب تغيرها؟ الطيبة. شكرا كثير على وقتك حمدي، يعطيك العافية.